أنا مشيت في لتونس ومررت على القيروان قلت بنزور جامع عقبة. دخلت للمسجد وفيه المنبر خشبي وعليه كتابة بالخط الكوفي زخارف صعبة. خليت النظارة وقعدت نحاول هيك نقراها. فيه واحد جالس حس بأني تعب في الأمر هذا. قال لي تحب نعطيك بسطة عن الجامع؟ قلت له أهلا وسهلا. بدالي فيه من الإمام سحنون لين وصلته قريب. سمالي حتى الخطباء اللي تعاقبوا عليه في خطب الجمعة بشكل غريب يعني. أنا تصورت أنه إمام المسجد. قلت له أنت شنو حضرتك؟ قال القيم. قلت سبحان الله، ما لو كان لقينا الإمام كيف؟ صحيح صحيح الله. إحنا لو جينا واحد بصرش أنت وياه لأتار لبدا ولا صبراته ما يعرف شيء. ما يعرف شيء. توا محمية مسلاته هذي شافيه لو كان ليرم فيها حيوانات وليرم فيها قلت لك الرابط هذا اللي بين الجبلين اللي يديروا فيه في تلفريك يسمى إيه موجود عند السوفي في اليابان وفي اندونيسيا وغيرها. هذه يجيب مورد أكثر مما يجيب. هو لدرجة أن كان فيها حيوانات، كان فيها نعام في سنة 2010 كان فيها نعام أهملوه لين مات. هي تتبع الوزارة نفسها، ما تتبعش فرع المسلات، ما تتبعش بلدية المسلات، لا ما تتبعش. وهو النظام المركزي هذا أسوأ من ما يكون. صح. باش تحصل مصلحة ما تقدرش تحصلها مربوطة بالوزير. أنا زمان جاي وزير الزراعة غادي للمحمية، قلت له لو تعتنوا بالمحمية وبالنسبة لليبيا بصورة عامة تعتنوا بالزيتون والنخل تستغنوا عن النفط. تستغنوا عن النفط صحيح. إيه؟ والله الفكر موجود لكن الإرادة مش موجودة.